كده جزء مهم انه نعم بأنا وليلى نعم كان في عالم عم يبكوا وانت عم تغني الاغنيه، نعم يعني كان شيء من الطبيعي انها تفوز هذه الاغنيه فعلا، لانه يمكن كثير بتلامس مشاعر كثير نعم يعني ان تبكي هذا العدد الكبير من الحضور على بدايه اغنيه وهي اغنيه عاطفيه وفيها يعني كثير هيك حاله روحيه جميله. نعم فبعتقد انه كثير مهم انه نوصل يعني لهذه الاحساس العالي، لهالاحساس العالي ونعطي شحنه للروح. يعني أنا بيني فطبيعي انها وبينك تفوز استاذ كاظم هيك اغنيه. يعني هي فازت، بيني وبينك مرات أنا أغير يعني من أغار من ليلى بصراحة. ليش؟ لأن هذه الأغنية مثلا يعني الفنان يكون سعيد عندما الجمهور يحب عمل بشكل غريب، يعني لأن هذه الأغنية ما مريت بمهرجان إذا ما طلبت، مستحيل طبعا. كل الحفلات لازم أنا وليلى، حتى مرات وزيديني عشقا وبعض الأغنيات لا اللي أنا وليلى أكثر واحدة هذه تقريبا، الأولى طبعا يعني اللي تطلب الآن. أكثر وحدة تطلب، يعني صارت أكثر من كل شيء. يعني مع العلم أول ما كان الألبوم نزل أنا وليلى جو انتقدوني، يعني الناس قال إيش عملت أنت، يعني أنت كنت منزل مدرسة الحب أنا وليلى ضعيفة، ولكن جو حبوها من جديد. لأن يعني في عندي أعمال أنا دائما أقول للمنتظر لا تحكموا على العمل، لا تسمعوا أكثر من مرة مرتين وظل معاكم يا لا تحكموا عليه. مرات يعني حتى انا وليلى اقول لهم خلاص ليلى ما اغنيها اليوم، ليلى خليتها غطيتها ونومتها بيرجعوا بقى ونايمه بيطلبوها من اول ويرجع مره جديد، ثانيه ليلى ليلى ليلى، الجمهور كله يطلبها من جديد. وكل مرة بتأديها بإحساس جديد استاذ كاظم. يعني احس انه الجمهور يعني كل مره اكتشف بيها حاجه بصراحه، والفضل للجمهور بصراحه، حتى في معاني، في بعض المعاني يعني جوه داخل القصيده انا كنت افكر فيها. طبعا مثل هي احيانا لوحه بالرسم التجريدي، احيانا مثلا انت تكتشف فيها موضوع والرسام عنده موضوع والاخرين كل واحد يفسرها. احيانا الرسام يقول لك لا انا ما راح افسر لك، انت اخذيها وفسريها مثل ما تحبي، وتجد السعاده في تفسيرك في اللوحه ويظل معك التفسير، وانت سعيده لان فسرتيها. فانا وليلى ايضا فيها معاني كبيره جواها، خاصه فيها مقطع صحيح، نفيت واستوطن الأغراب في بلدي يعني ودمروا كل أشياء الحبيبات، كأنه الشاعر هو كاتبها بالسبعينات ولكن كأنه كاتبها هذا هم إنساني موجود في لأن ما زال نعم إنسان عم يتعرض له، نعم وفيها شيء يعني آخر مثل ما قلت حضرتك إنه نعم مثل ما كل واحد بشوف اللوحة. أيضا نعم جميل إنه الجمهور ما زال إحساسه صح وبيقدر بشوف الجمال، يعني رغم ما يجري الآن من تشويه بالموسيقى العربية الجمهور على فكرة يعني أحكي لك عنه حاجة، الجمهور يعني صعب جدا، الجمهور يعني أصبح عنده ذوق بشكل غريب، يعني حتى يعني أنا أعتبره جمهور فنان، يعني كثير حكمت عليه أنه في عبارة أنه جمهور فنان، يعني يناقشك في الشعر، يناقشك في اللحن، يناقشك في طريقة يعني غناء الأغنية، كيف غنيتها أنت وكيف كذا، يعني حتى مرات يناقشك في عبارات داخل الاغنيه، يقول لك مثلا انا هذا انت ليه عملتها مثلا. مثلا مره اكتشفوا لي خطا شعري في التحريك، العفو تحريك كلمه دول اكتشفوها، ومع العلم انا مثلا استعين في مشرف لغوي، يعني المشرف اللغوي ما اكتشفها، اكتشفها واحد من جمهوري. قديش متابع لك جدا بدقة هذا بدقة، ولذلك مرات احيانا متلقي يعني. للاسف يحكموا عن جمهوري يقول لك الجمهور يريد هاي الاغاني السريعة، لا لا الجمهور يريد بالعكس، الاغاني السريعة. يمكن بحث سمعت الحفلة حتى مهرجانات شباب، يعني طلباتهم كلها اغاني صعبة، حب صح المستحيل، انا صحيح وليلى، مدرسة الحب، على صحيح لو اننا لم نفترق، كلها قصائد صعبة اللي هي ما فيها حتى ايقاع.